الرحمن الرحيم، السلام عليكم من جديد. ما زلنا راح ندينو اليوم الجزء الثاني من درس القذيفة بعد ما كملنا في الفيديو الماضي الجزء الأول ما هي مميزات الجسم المقذوف، وتعرفنا على أنه له ماذا؟ له زاوية قذف وأيضا له سرعة ابتدائية، أي ماذا؟ هذان الشرطان محققان في أي جسم يسمى قذيفة. قبل ما نمر للدراسة التجريبية تاعنا للقذيفة فقط نشوفوا الفائزين معنا في المسابقة اللي خدمناها. إذا ماذا؟ واحد زيزو زيزو وثاني فيدال نادال. إذا هاد ماذا؟ هذه أسماء اليوتيوب أو الأشخاص اللي حاطين بها اليوتيوب تاعهم، والعمر الحقيقي هو الآن فقط، يعني في هذا الشهر الماضي درت 19 سنة وليس 24 سنة و23 سنة ولا أعلم حتى 25 سنة. الآن فقط يعني بين ليلة وضحاها أصبحت 19 سنة، يعني الأسبوع الفائت يعني كنت 18 سنة، يعني بديت ماذا؟ بديت المشوار تاعي في اليوتيوب 18 سنة في الأشهر الماضية، والآن راني 19 سنة والحمد لله. إذا هذان الشخصين راه فائزين في المسابقة ورايحين نتصلوا بهم في القناة في الكومنتس ونعطيهم ماذا؟ الفيسبوك، ونتصلوا معهم ونعاونوهم في البكالوريا. وبالطبع مازال هناك فرص رايح نديرها المسابقات ايضا تارة اعمل هكذا مسابقات. اذا نكمل في درسنا. اثنين، الدراسة التجريبية، اي انطلاقا من برنامج افيستاب. برنامج افيستاب هذا كيف يعمل؟ اي ماذا؟ اي ندرجه في برنامج الحاسوب ونصور فيديو، يعني كما فعلنا مع الحركة اللي تعدى والسقوط الشاقولي الحقيقي والسقوط الشاقولي الحر، قمنا بتصوير فيديو ماذا لجسم يقذف، اي جسم يقذف، وحكمنا ماذا ادرجناه في برنامج افيستاب. برنامج افيستاب اذا يعطى لنا هذا البيان اكس بدلاله ايكغريك بدلاله اكس، واعطى لنا العديد من البيانات التي سنحن بصدد دراستها، مفهوم علينا. اذا ركز معايا ننطلق مع اول بيان واللي هو ايكغريك بدلاله اكس. ركز معي او لما لا مسار القذيفه. ايكغريك بدلاله اكس هو ما هو الا ماذا؟ هو مسار القذيفه، مسار القذيفه. اذا انتبه معي، ركز معي. لدي مثلا حينما نختار هذا الموضع، اكس له قيمة، ايكغريك له قيمة، ثم هذا الموضع اكس له قيمة، ايكغريك له قيمة، اي اكس وايكغريك يتغيران عبر الزمن في القذيفة. وهنا راح نجاوبوا السؤال اللي قلق بزاف التلاميذ، علاش استاذ في السقوط الشاقولي الحقيقي كنا ناخذ محور واحد، او السقوط الشاقولي الحر كنا ناخذ محور واحد، والان في القذيفة نستعمل محورين؟ علاش؟ لأن المسار منحني. ما معنى المسار منحني؟ أي إكس يتغير وإيكغريك يتغير. بكري في القذيفة، عفوا في السقوط الشاقولي الحقيقي والسقوط الشاقولي الحر، كان ماذا؟ كان المسار مستقيم. أي ماذا الذي يتغير؟ أي حينما يسقط الجسم هذا فقط الذي يتغير. لاحظ معايا كيف يتغير، كيف يتغير. لكن حينما يسقط، يعني هنا في الموضع هذا هو إكس، ثم في الموضع هذا هو إكس، ثم في الموضع هذا هو اكس، ثم في الموضع هذا اكس. اذا في السقوطين الشاقولي الحقيقي والحر لدي ماذا؟ محور فقط يتغير احداثياته، وبالتالي ناخذه وندرس به. لكن على محور اكس او المحور الافقي مثلا ما قاعدش يتغير، وبالتالي لا ندرجه في الدراسه. لكن في القذيفه بما ان المسار منحني، المسار منحني اي ماذا؟ اي الاحداثيات على اكس تتغير والإحداثية إيكغريك ستتغير. وكما شفناه، ركز معي في الموضع هذا إكس له قيمة هذه وإيكغريك له قيمة هذه، ثم في الموضع الثاني أو الموضع الموالي إكس يأخذ قيمة وإيكغريك يأخذ قيمة. إذا ماذا؟ علاش نأخذ محورين في القذيفة؟ لماذا؟ لأن المسار منحني. أي ماذا؟ أي إكس تتغير وإيكغريك تتغير. ولاحظنا كيفاش؟ بعكس ماذا في حركة السقوط الشاقولي الحقيقي أو حركة السقوط الشاقولي الحر، كان ماذا؟ كان المسار مستقيم. في المسارات المستقيمة أو الحركات أو الأجسام التي ماذا؟ تسلك خلال حركتها مسارات مستقيمة، نأخذ محور فقط. إذا ركز معي، حينما كان الجسم يسقط إيكغريك صحيح يتغير، لكن إكس حينما نسقطه في أي موضع نجده نفسه، وشيء لا يتغير في الفيزياء إلا نستعمله في الدراسة.
اذا ركز معاه، اذا تناولنا قلنا ايكراك بدلاله اكس، ايكراك يتغير واكس يتغير اذا عبر الزمن، مفهوم علينا. اذا وشرحنا علاه نستعمل محورين في دراسه او في حركه او في دراسه حركه القذيفه. نروح الان نتحط شويه على نقطه القذف، وهي النقطه التي قمنا بماذا بالقذف منها الكريه. اذا اللي قذفنا منها الكريه، ركز معي، نقطه القذف جماعه ليس شرط ان تكون مبدا المعلم. هنا صحيح في الدراسه اللي راح نخدموا بها حنايا اعتبرتها ماذا المبدا، اي احداثيات صفر صفر. يمكن ايضا ان تكون نقطه القذف هنا، لماذا نقذف جسم هنا، اي اكس له قيمه وايكراك له قيمه، وهذه راح نتحدث عليها من بعد في الدراسه النظريه في الشروط الابتدائيه. زيد ركز معي، ولما لا يمكن ان تكون نقطه القذف هنا، اي صحيح ان اكس ياخذ الصفر لكن ايكراك له قيمه، ويمكن ان تكون نقطه القذف هنا، اي اكس له قيمه لكن ايكراك ماذا، ايكراك معدوم. اعيد، نقطه القذف مش لازم تدي ديما مبدا المعلم، اي صفر صفر. يمكن ان تكون هنا اي اكس لها قيمه وايكراك لها قيمه، يمكن ان تكون نقطه القذف هنا اي اكس لها قيمه وايكراك تساوي صفر، ويمكن ان تكون هنا اي اكس تساوي صفر وايكراك لها قيمه معينه معلومه لا تساوي صفر. مفهوم؟ اذا عندي اربع حالات، المبدا اكس وايكراك معلومتين، اكس فقط له لا يساوي صفر وايكراك يساوي صفر، هنا اكس يساوي صفر وايكراك لا يساوي صفر. نتمنى فهمتوها. نروح الان الى الدروة. شوفوا يا جماعه، الدروة والمدى رايحين نتعمقوا فيهم في الاخر تاع الدراسه النظريه، علاش؟ خاطر كي نوصلوا تعرفوا علاش. درك فقط نعطيكم وش معناهم برك، لكن التفسير والتعليل تاعهم والدراسه المعمقه في الاخر تاع الدراسه النظريه خلاص نتحدثوا عليهم. اذا مفهوم علينا. اذا ما هي الدروة؟ الدروة هي اعلى ارتفاع ولا اعظم ارتفاع تصله ماذا، يصله الجسم المقذوف ماذا خلال حركته، اي اعلى ارتفاع يصله، اي حينما ماذا نقذف جسم، اذا ماذا يصل الى اعلى ارتفاع ثم ينزل، ذلك الاعلى ارتفاع هو ماذا، هو الدروة. اذا ومن بعد راح نتعمقوا فيها خلاف ونعطيو التعريف تاعو اكسترا واهم مميزاته. نروح الان الى المدى. المدى هو المسافة بين نقطة القذف ونقطة السقوط على الأرض، أي هذه المسافة. وإذا كان مثلا الموضع أو نقطة القذف تاعي لهنا نفس الشيء، ها هي نقطة القذف تاعي وها نقطة السقوط، إذا المسافة من هنا من هنا نفس. هذا كانت سيدي عندي ماذا نقطة القذف تاعي لهنا، ها هي من هنا حتى هنا، ببساطة راه ديما من نقطة القذف حتى نقطة أو موضع السقوط على الأرض، هذا هو المدى. معناها مني قذفتها وسقطت، ندي المسافة مني سقطت حتى المدى، حتى ماذا، حتى نقطة سقوط على الأرض، هذا هو المدى. إذا هكذا رانا تحدثنا على بيان إيكراك بدلالة إكس، ولما لا هو مسار القذيفة، وحكينا علاش استعملنا محورين خلال الحركة، وتعرفنا مبدئيا على الدروة، وتعرفنا مبدئيا على المدى. إذا ماذا؟ وقلنا ماذا؟ أنه نقطة القذف ليست دائما المبدأ، يمكن أن تكون هنا، يمكن أن تكون هنا، يمكن أن تكون هنا، يمكن أن تكون هنا. الآن ننتقل إلى بيان إكس، إلى بيان إكس بدلالة الزمن، أي فقط رايح نديو ماذا؟ إكس برك وندرسو عبر الزمن. نلاحظ أنه يتزايد، ولما لا؟ هنا يتزايد، هذه أول شيء. وماذا؟ هو عبارة عن بيان دالة خطية بالطبع. او كي خدينا ماذا نقطه القذف عفوا هي المبدا على ديك اكس، تسمى وشي تسمى اكس، وش يساوي هنا، يساوي صفر. لهذا راح نبداو ماذا، لما تي يساوي صفر اكس يساوي صفر، لكن اذا اعتبرت اكس لها قيمه معينه راح يجيني البيان ماذا، راح ينطلق البيان من هنا ويطلع. مفهوم علينا؟ نعاود، علاش جاني البيان من المبدا، يمر من المبدا، علاش جاني داله خطيه؟ خاطر دينا نقطة القذف صفر صفر، أي إكس تساوي صفر، أي لما تي يساوي صفر إكس أيضا يساوي صفر. لكن إذا مثلا أخذت نقطة القذف هذه أي إكس لها قيمة، هنا يولي لي لما تي يساوي صفر إكس له قيمة، أي هكذا يجينا البيان. مفهوم؟ أي دالة ماذا؟ أي دالة تآلفية. نعاود، جانا البيان مستقيم، هذه أول حاجة. علاش جانا يشمل الصفر أو دالة خطية مبدأه الصفر؟ علاش يشمل المبدا؟ علاش
خاطر اعتبرنا ناخذ القذف هي المبدا اي اكس في المبدا. وش يساوي في المبدا؟ المبدا الفاصله صفر واي جراد تساوي صفر، لهذا انطلقنا من هنا من الصفر. لكن اذا اخترت نقطه القذف نقطه معينه اي مدى اي اكس لها قيمه، راح ينطلق لي مدى اي لما تي يساوي صفر راح ينطلق لي قيمه من هنا ويجي لي البيان هكذا. اي عباره عن داله، اي عباره عن داله خطيه. اي مدى اي اكس مدى هنا اي بيان داله خطيه اكس ا في تي، هكذا الشكل الداله الخطيه. الموضوع في محور التراتيب، الموضوع في محور الفواصل وبينهما الميل. هذا في حاله ماذا؟ في حاله ماذا؟ ما عنديش اكس صفر، اي اكس صفر يساوي صفر. لكن في الحاله العامه هي اي اكس صفر هكذا، اي اكس حينما يكون له قيمه معينه، له قيمه معينه. لكن في هذه الحاله بما ان اكس صفر يساوي صفر اصبحت ما لها داله خطيه. لكن في الحاله العامه اي لما نقطه القذف لها قيمه ما، اي الموضع عنده اكس ما او نقطه القذف لها اكس ما، نجي لهنا ونحط قيمه اكس صفر، اي تصبح لنا داله تالفيه. وبالطبع هذه الامور راح نرجع لها بعد في الدراسه النظريه ونقول لكم صح تفكرتوا وقلت لكم في الدراسه البيانيه خرجت لنا كيما هكا، راح نثبتوها في في الدراسه النظريه انه اكس صح جاني كيما هكا. نروحوا دوك الان الى بيان ايكراك بدلاله الزمن، ومازالوا لنا البيانات ما بقاوش غير هذا. بيان ايكراك بدلاله الزمن، راكم تلاحظوا باللي ماذا؟ ايكراك يزداد ما يوصل الى قيمه معينه ولما لا هي الذروه، ثم ماذا؟ ثم يتناقص. صحيح، ركز معي، ايكراك يتزايد لكن حتى يصل الى الذروه، ثم ماذا يتساوي؟ يتناقص. فهمنا علينا؟ اذا ايكراك يتزايد ثم يصل الى الذروه ثم يتناقص. شوف علاش الموضع هذا هو الايكراك تاعو، الموضع هذا هو الايكراك تاعو، الذروه هو الموضع تاعها ايكراك اكبر ايكراك، ثم ماذا؟ ايكراك يبدا يتناقص. شوف علاش، حتى ماذا؟ حتى لما، حتى عند النقطة هذه إيكراك يساوي صفر. إذا ها هو بيان إيكراك بدلالة الزمن، وهذا البيان في الرياضيات بيان دالة كثير حدود من الدرجة الثانية. أي من بعد كي نروحوا حنايا نخدموا عبارة المعادلة الزمنية إيكراك بدلالة الزمن، رايح نلقاو ماذا؟ رايح نلقاو تي مربع، رايح نلقاو تي مربع، بعكس هنا لقينا تي برك خاطر دالة خطية ودالة تألفية. لكن هذا بيان دالة كثير حدود أو بما يسمى ماذا؟ القطع المكافئ، أي ماذا؟ من الدرجة الثانية، أي من الدرجة الثانية، أي رايح نلقاو تي مربع في المعادلة. إذا كل هذه كانت بيان إيكراك بدلالة إكس، إكس بدلالة الزمن، وإيكراك بدلالة الزمن. نروحوا الآن إلى ماذا؟ إلى بيان السرعة وبيان مركباتها. بعد ما انتهينا من بيان إيكراك بدلالة إكس، وخدمنا البيان تاع إكس بدلالة الزمن، وخدمنا البيان تاع إيكراك بدلالة الزمن، رايحين ننطلقوا في بيانات السرعة. وراني عاودت البيان تاع إيكراك بدلالة الزمن خاطر راح نحتاجو في البيانات هذم. جماعة كاين بزاف ناس يهمنوا الأمور هذه اللي عندها أهمية كبيرة بزاف، خاصة بيانات السرعة في حركة القذيفة. هيا نبداو بأول بيان، هو بيان في اكس بدلالة الزمن. بما ان قلنا سابقا ان الحركة ماذا؟ ان الحركة ستدرس على محورين. لماذا؟ لان المسار منحني، اي اكس يتغير وايكراك يتغير. بما ان اكس يتغير عبر الزمن فانه سينتج لنا سرعة على المحور اكس وتسمى في اكس، وبما ان ايكراك يتغير عبر الزمن ستنتج لنا ماذا؟ سرعة في ايكراك. إذا بما أن الحركة تتم على محورين سماذا؟ سنجد موضعين إكس إيكراك، ونجد سرعتين في إكس في إيكراك، ونجد فيما بعد تسارعين أإكس أإيكراك. إذا رانا فهمنا على حتى عندي في إكس وعندي في إيكراك، وبعد نخدمو تاع الفي العادية. إذا في عندها مركبتين على المحور إكس في إكس، وعندها مركبة على المحور إيكراك في إيكراك. إذا واش لاحظوا يا جماعة؟ أن السرعة على المحور إكس عبر الزمن لا تتغير، إنما لها قيمة ثابتة. ركز معاي، أي نف أي في زيرو إكس، القيمة اللي تبدأ بها لما تي يساوي صفر تكمل بها خلال كامل مراحل الحركة. إذا ماذا؟ إذا السرعة على محور الإكس لا تتغير إنما ثابتة. بما أن السرعة ثابتة على المحور إكس، فماذا سنستنتج فيما بعد؟ أن التسارع سيكون معدوم ماذا؟
يكون معدوم على ماذا؟ على AX. مفهوم علينا، سيكون معدوم على AX. لماذا؟ لأن السرعة ماذا؟ راها ثابتة على المحور AX. وبما أن تسارع مشتق ثابت، إذن هو مشتق ثابت يساوي صفر، إذن تسارع AX سيساوي صفر. إذن أعيد، إذن وجدنا أو عن طريق استعمال برنامج AVISTEP أعطى لنا بيان السرعة على المحور X بدلالة الزمن T، ووجدناها أنها ماذا؟ تبقى ثابتة خلال كامل الحركة، أي من يعني من نقطة القذف حتى نقطة السقوط على الأرض، أن السرعة على المحور X ماذا؟ راها ثابتة ولا تتغير. وهذا يقودنا أن التسارع على المحور X معدوم. لماذا؟ لأن التسارع مشتق السرعة، وبما أن السرعة هنا يراها ثابتة ونعلم أن مشتق الثابت يساوي صفر، إذن التسارع على المحور X راه معدوم أي يساوي الصفر. إذن مفهوم علينا وراح نحتاجهم فيما بعد. أيضا من أهم المعلومات اللي لازم يديها التلميذ، وهي أن نستطيع ماذا؟ حساب المدى انطلاقا من بيان السرعة Vx بدلالة الزمن. كي يعطيك البيان تا Vx بدلالة الزمن، تقدر تحسب المدى اللي هو المسافة من نقطة القذف حتى نقطة السقوط على الأرض. ما قال لك يعود عندك بيان Vx بدلالة الزمن، تقدر تحسب المدى. وش هو المدى؟ هو من المسافة من نقطة القذف حتى نقطة السقوط. إذا مفهوم اللي قال لك تقدر تحسب، وش هو؟ قال لك مساحة هاد كامل المستطيل. إذا مساحة هاد كامل المستطيل، إذا مساحة هاد المستطيل كامل، المساحة تاعو هذه كاملة، واش تقدر؟ هي ماذا؟ هي المسافة من نقطة القذف حتى نقطة السقوط على الأرض اللي هو المدى. أي إذا حاب تحسب المدى، ما عليك إلا ماذا؟ ماذا؟ حساب مساحة هاد المستطيل. حساب مساحة هذا المستطيل. كيفاش نحسب إذا المدى؟ ولا نقدر نحطها المسافة دي. دي ما هو يساوي هاد مساحة هذه، إذا S. إذا نقدر نحطها S وهي مساحة. ماذا تساوي؟ إذا الطول، إذا الطول تحكم هذا كامل الطول. تروح تحسبه أنت على محور الفواصل، بار إكزومبل 2 4 على حسب السلم تاعك. تحسب هذه بالأزمنة وتحطها، إذا هذه كامل نقدر نحطها دلتا دي. إذا هذا كامل نحطه الطول اللي هو الزمن مضروب في هذا. وهذا وش يمثل؟ في 0 إكس تحكم 1 2 3 4 وتحسب وتحط في 0 إكس أو هات العرض، وتخرج لك ماذا؟ يخرج لك المدى، ويكون لك مدى بوحدة. هنا راح السرعة تكون لك بار إكزومبل بالسكوند، وهنا عفوا الزمن بالسكوند، راح تكون لك السرعة هنا بالمتر على السكوند. كي تستخدم السكوند يروح لك مع السكوند، تبقى لك بالمتر وهو المدى لأنه عبارة عن مسافة. أعيد هذه الفكرة، إذا أعطي لك بيان السرعة عفوا بدلالة الزمن، عفوا السرعة على المحور X، لازم على المحور X بدلالة الزمن T، تقدر تحسب المدى. ما هو المدى؟ هو المسافة من نقطة القذف حتى نقطة السقوط على الأرض. ما عليك إلا ماذا؟ حساب مساحة هذا ماذا؟ لازم هذا المستطيل المحدود الذي هو الطول اللي هو عبارة عن زمن تشوفه على محور الفواصل، مضروب في الزمن اللي هو عبارة عن سرعة. إذا هذا مضروب في هذا، وحدة الزمن التي هنا تذهب مع وحدة الزمن التي هنا، ويتبقى لك وحدة المسافة التي هنا، ويستخرج المدى. إذا كل هذا يعني ما نستطيع حمله من مظائر من بيان في إكس بدلالة الزمن. ننتقل الآن إلى أيضا إلى بيان في إيغريك بدلالة الزمن. أيضا فيه بضاعة غالية الثمن، وركز معي ركز معي ركز معايا. عندي في إيغريك بدلالة الزمن، لاحظ باللي السرعة على المحور إيغريك متغيرة. هذا ماذا يفسر؟ أن التسارع ماذا؟ له قيمة على المحور إيغريك. إذا إيغريك له قيمة، بعكس ماذا؟ بعكس السرعة على المحور إكس، وجدناها باللي ثابتة. إذا التسارع راح يكون لي معدوم. علاش؟ خاطر مشتق ثابت يمد لي صفر. وبما أن هنا السرعة متغير، السرعة متغيرة تاعي، إذا ماذا راح يكون للتسارع؟ له قيمة ثابتة على المحور أيكراك. ركز معايا، لاحظ باللي باين هذا الشيء مختلف. ركز معايا، عندي مرحلتين، شوفوا يا جماعة راح نخدموا غير المرحلة هذه الصحة واحد، وبعد نروحوا للمرحلة الثانية. ركزوا معايا لهنا برك، لحد الآن راك من هنا لهنا برك. علاش جاتنا السرعة متناقصة؟ علاش عبر الزمن؟ خاطر حنا كي نقطفوا نمدوا لها السرعة أعظمية كي نقطفوها ماذا؟
والان كي تدس الكره تسقط شفت لاحظوا جماعه السرعه تاعها تنقص 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 حتى توصل للذروه. حنا قاعدين ندرسوا في المرحله هذه درك يا اخي، حنا كي نقعد في الكره يعطيها سرعه كبيره قيمه كبيره. الان على قد ما تطلع الكره الفوق على قد ماذا؟ على قد ما تزيد تنقص 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 حتى تنعدم عند الذروه. اذا ها هي ماذا؟ هنا يا ماذا؟ هذيك اي السرعه عند الذروه. علاش؟ خاطر كي توصل نرميو جسمنا حنا الفوق واش يصرى؟ يوصل لواحد المرحله ويحبس، معناها السرعه تاعو ولا تزيد، ومن بعد تزيد يعاود يهبط. نعاود، اذا رانا ندرسو غير في المرحله هذه دوك لحد الان، في المرحله هذه السرعه متناقصه. علاش؟ خاطر اعطينا سرعه ابتدائيه اعطيناه، ومن بعد يبدا الجسم ينقص السرعه تاعو تنقص 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 حتى تنعدم عند لحظه زمنيه معينه. وكيفاش تنعدم؟ عندما يصل الى الذروه. خاطر الذروه السرعه ماذا؟ على المحور ايكراك، انتبهوا على المحور ايكراك السرعه ماذا؟ تنعدم تنعدم عند الذروه. مفهوم علينا؟ الان زيد كي يوصل الجسم عند الذروه زيد تصال السرعه يا خي، زيد يعاود السرعه تاعو تزيد يهبط على ديك زادت. شوف تحتو تقولوا لي استاذ راها في المحور السالب، معناها لا لا لا، هنا يا اخي باغ اكزومبل ناقص 10، لكن السرعه لحنايا مع مقدار موجب، معناها اي السرعه هنا زايده 10. علاش بصح خرجت ناقص 10؟ علاش حتى خرجت بالناقص؟ خاطر المحور ايكراك تاعي موجه نحو الاعلى، موجه نحو الاعلى، والان الجسم ولا يهبط، ولا الشعاع السرعه عكس المحور، عكس المحور، كي يولي الشعاع السرعه عكس المحور تاعنا، سي بور سا جاوني السرعات بالناقص، لكن السرعه كقيمه راها موجبه، كقيمه راها موجبه، وعلى ذيك تعاود تتزايد لي تتزايد لي تتزايد لي، وحتى تصنع القمامة وسي بون تحبس من هذاك التزايد. إذا فهمنا المرحلة هذه، قلنا كي نقض في المرحلة هذه ها اللي هي من هنا حد هنا، السرعة تاعي تبدا تتناقص 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 حتى تنعدم. مفهوم علينا؟ علاش؟ خاطر لاحظوا هذه يعني تطبيقيا نرمي جسمي، إذا السرعة تاعو تتناقص توصل حتى عند قيمة وتحبس. زيد الآن راح ندرسوا هذه المرحلة اللي هي من هنا لهنا، زيد توصل عند الذروة وتنعدم زيد السرعة تزيد، ولاحظنا هنا تزيد، لكن تقولوا الأستاذ صح هي ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة ناقص أربعة، هذه قاعدة تزيد السرعة قاعدة تزيد، خاطر السرعة هنا ما تديش بالسالب تدي بالموجب، معناها واحد اثنين ثلاثة أربعة، لكن علاه جاوني لهنايا في المعنى بالسالب؟ خاطر ماذا؟ الآن الجسم كي الجسم الذي قذفناه حينما بدأ يسقط ولات لي شعاع السرعة إلى الأسفل والمحور تاع إيكراك نحو الأعلى، على هذيك جاتني بالناقص. مفهوم علينا؟ سيبو مفهوم علينا كل فهمتي علينا الفكرة؟ هذه هي برك. نروحوا الآن إذا ما هي البضاعة اللي نقدروا نهزوها من هذا البيان؟ هي نقدروا ماذا؟ ركزوا معي مع بعضنا، مهم جدا، ركزوا معي. راح نسمي، شوفوا يا جماعة، عندي يا أخي هنايا مثلث، المثلث، شفتوا مساحة المثلث هذا؟ هاي دوك راح نشوفوا واش نديروا بها، ركزوا معي. زيد ركزوا معي، زيد شفتوا المثلث هذا اللي هنايا؟ هذا أيضا راح زيد نقدروا نجبدوا بها أمور، ركزوا معي. مادام هذه سميناها اس، هذه سميوها اس واحد، وهذه سميوها اس اثنين. هيا مع بعضنا نشوفوا اس واحد واش يمثل، المساحة اس اثنين واش يمثل. مساحة المثلث القاعدة في الارتفاع على اثنين، وهذه تقدروا تجيبوها ماذا؟ من اللي تحسبوها مثلا من السلمات تعطى لكم. هيا ركز معايا. جماعة شفتيو اس ا واش يمثلها؟ الاس ا واش يمثلها؟ تمثل ماذا؟ أقصى ارتفاع من نقطة القطف إلى الذروة. إذا ماذا؟ المساحة هذوك واش يمثل؟ أقصى ارتفاع، أقصى ارتفاع من نقطة القذف، من نقطة القذف حتى الذروة. واش قال لك؟ يا أخي هو من نقطة القذف للذروة، شكون هو أقصى ارتفاع؟ يا أخي هو هذا، أسكو هو هذا؟ لا، أقصى ارتفاع. قال لك شفتي هذا من نقطة أقصى ارتفاع من نقطة القذف للذروة، تقدر تحسبه ببساطة أخرى، لكن لازم يعطى لك بيان في إيكراك بدلالة الزمن. هو مساحة المثلث هذا اس ا. مفهوم علينا؟ فهمتوا الفكرة علينا؟ سيبو زيد ركز معايا، نروحوا مع بعضنا نشوفوا اس 2 واش يمثل. اس 2 تمثل ماذا؟ ركزوا معايا، أقصى ارتفاع، لكن الآن واش هي؟ من الذروة للأرض، من الذروة إلى الأرض. بصح تجيني تقول لي أستاذ راها نفسها هاي الذروة اللي هنا، هذا هاي لأقصى ارتفاع من الذروة نقطة سقوط هذه، ومن نقطة القذف الذروة هذا، تقولوا لي نفس الصحيح. نحكي لكم على الحالة العامة، في حالة بار اكزومبل نقطة القذف كانت بار اكزومبل لهنايا، نقطة القذف كانت لهنايا، هاي نقطة القذف،
واش يولي لك؟ تولي لك نقطة القذف هو أقصى ارتفاع. هذا واش يولي لك؟ يولي لك واش هذا؟ هو أقصى ارتفاع من نقطة القذف للدرو، معناها شكون؟ اللي هو هذا. شفنا كيفاش؟ لكن أقصى ارتفاع من الدرو نقطة السقوط درك يولي لك وشي من هنايا لهنا، يولي لك وشي يولي لك هذا. شفنا كيفاش؟ راه مختلفين. نعاود، علاش راه ماشي كيف كيف؟ في الحالة تعود نقطة القذف هي المبدأ يجيو كيف كيف، لكن افترض في الحالة هذه يا سيدي نقطة القذف لهنا أقصى ارتفاع من نقطة القذف للدرو يا أخي هو هذا، دونك المساحة هذه هي هذا، هي هذا، لكن المسافة دركا من السقوط من الدروة تولي لك هذه. اسكو كيف كيف؟ لا ماشي كيف كيف. وكيفاش يولي كيف كيف؟ كتعود لك وشي نقطة ماذا؟ نقطة القذف هي المبدأ، مفهومة علينا؟ إذا رانا فرينا البيان تاع في إكراك وهزينا البضاعة. ركزوا معايا الآن، إذا رحنا الآن وش رسمنا بيان السرعة في، بما أن السرعة قلنا في القذيفة لها إذا ليست معدومة، إذا تبدأ من قيمة تتناقص 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 وترجع تزايد. علاش؟ كيما هضرت لكم بكري قلت لكم حنا كي نقطفوها تبدا تتناقص تتناقص توصل للدرو وتزيد تعاود تزايد تزايد تزايد، إذا تتناقص 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 وتزايد تزايد. هذه هي الفكرة وبسيطة خلاص، كنت عارفها. تيري قذيفة الفوق، إذا واش تولي؟ السرعة تتناقص 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 وبعد توصل للدرو وتزيد تولي تزايد السرعة هذيك، مفهوم علينا؟ إذا واش هي؟ ركز معايا لدي واش هي في واش يساوي؟ ما هي العلاقة بين في وفي إكس وفي إكراك؟ أن في تساوي واش هي؟ في إكس مربع زائد في إكراك مربع ودير له الجذر. معناها كي تحب تحسب السرعة عند لحظة زمنية ما، روح شوف في إكس عند لحظة زمنية ما وشحال تساوي، وراها ديما ثابتة وتساوي في زيرو إكس، وروح شوف عند اللحظة الزمنية هذيك في إكراك قداه تساوي، ربحهم وجدر تخرج لك في في عند لحظة زمنية ما. وإذا أردت حساب السرعة الإبتدائية في زيرو، ما عليك إلا في زيرو هنا، في زيرو هنا، في زيرو هنا. حاب تحسب السرعة الابتدائية احكم في زيرو اكس وزيد ربعه، احكم في زيرو ايكراك ربعهم ودير لهم الجذر تخرج لك السرعة الابتدائية. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا علينا بيانات السرعة. راح نعاود فكرة فقط بلاك التلاميذ ما فهموهاش، واللي هي لافير اللي هنا جماعة. اس ا ما راهيش كيما اس دو، وكيفاش تولي كيما بعضها الا في حالة نقطة القذف هي وشي؟ هي المبدأ. خاطر شوف نقطة القذف من هنا، شاف أقصى ارتفاع من نقطة القذف للدروة هو هذا، ومن نقطة السقوط للدروة هو هذا، وسي سما جاو كيف كيف. لكن في حالة بار اكزومبل نقطة القذف لهنا، أقصى ارتفاع من نقطة القذف للدروة هو هذا، لكن أقصى ارتفاع من الدروة للسقوط هو هذا كامل، وبالتالي ماشي كيف كيف. لكن وكيفاش يولي كيف كيف؟ في حالة ماذا؟ نقطة القذف هو المبدأ. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا علينا بيانات السرعه. نروحوا دوك ننتقلوا الى بيانات التسارع ا اكس ا واي و ا. الان الى بيانات التسارع وتمثيل في موضع معين شعاع السرعه وشعاع التسارع اذا طلب منك، وركز معي. ايضا بيانات التسارع مهمه بزاف. نبداو باول بيان وهو التسارع ا اكس. قلنا بما أن الحركة تتم على محورين إكس وإيكراك سينتج لنا ماذا؟ سرعة على في، سرعة على إكس وهي في إكس، وسرعة على إيكراك وهي في إيكراك. ونفس الشيء بالنسبة للتسارع، ستنتج لنا ماذا؟ سرعة على إكس ويسمى عفوا تسارع على إكس يسمى إكس، وسرعة على إيكراك ويسمى ماذا؟ أ إيكراك أو المركبة على أ إيكراك. وجدنا بكري وش لقينا في بيان في اكس؟ ان في اكس ثابته خلال مراحل الحركه، السرعه ثابته على المحور اكس، وبما ان التسارع هو مشتق السرعه بالنسبه للزمن، اذا ا اكس يساوي دي في اكس بار دي تي، وفي اكس وجدناه انه ثابت ولا يتغير. نعلم ان مشتق الثابت بالنسبه للزمن ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا صفر، وبالتالي يأتي لنا أن ا اكس ماذا؟ معدوم، أي يساوي الصفر، أي التسارع على المحور ا اكس معدوم. ممتاز، لأن السرعة أصلا كانت على ماذا؟ كانت على ماذا؟ كانت على المحور اكس ثابتة. نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمنا. نعاود الفكرة، لدي التسارع ما به؟ التسارع معدوم على المحور اكس لان السرعه كانت ثابته على المحور اكس. جيد، اذا ممتاز. ننتقل الى البيان
اي جراك الان بدلاله الزمن. وجدنا يعني في البيان تافي ايجراك ان السرعه خلال عبور الزمن انها تتغير، وهذا يدل على ان التسارع على المحور ايجراك له قيمه معينه، قيمه ثابته. ركز معي. لكن الغريب في الامر يتساءل التلاميذ ان صحيح جاء بيان التسارع على المحور ايجراك اي ماذا ثابت، لكنه جاء بالسالب اي قيمه سالبه. علاش؟ لماذا الان حينما الجسم قاعد يدير في الحركه تاعو وهي حركه القذيفه، لدي ماذا؟ ان ايجراك موجه للاسفل، لكن ماذا؟ لدي التسارع جهته ماذا؟ نحو الاسفل. راح نلقاوهم بعد هذا علاش حتى جا هكا هذا واش يساوي. اذا ماده التسارع راه عكس ماذا؟ جهه المحور، وبالتالي يجي التسارع على المحور إيكراك سالب. إذا قلنا ماذا؟ قلنا بما أن التسارع ماذا؟ ما به التسارع على المحور إيكراك، إذا التسارع نحو الأسفل، إذا له جهة معاكسة مع إيكراك، وبالتالي تأتي له قيمة سالبة، لكن ماذا؟ له قيمة ثابتة معينة، مفهوم أعلينا. إذا ماذا؟ وجدوا أن إيكراك يساوي ناقص 9.9. أي ناقص تسارع الجاذبية الأرضية جي. إذا ماذا؟ إذا في حركة القذيفة ما هو إلا جي، اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية الذي يساوي في بعض الأماكن 9.9 متر على الثانية مربع. لماذا متر على الثانية مربع؟ لأنه عبارة عن تسارع، لأن وحدة التسارع هي متر على الثانية مربع أو متر في الثانية ناقص أس ناقص 2. ننتقل الآن إلى بيان الـ A. إذا أ بيان الـ A، إذا قلنا أ ماذا يساوي؟ ركز معي، أ يساوي جدر، ماذا يساوي جدر؟ جدر أ إكس مربع زائد أ إيكراك مربع. لدي أ إكس يساوي صفر مربع، وأ إيكراك ناقص 9.9 مربع جدر. إذا جدر ناقص 9.9 مربع. إذا ماذا؟ جدر ناقص 9.9 مربع تعطيك بالآلة الحاسبة 9.9 متر على الثانية مربع. إذا التسارع راه يساوي 9.9، مفهوم علينا؟ وها هو بيانه، راه ثابت القيمة ويساوي ماذا؟ ويساوي جي تسارع الجاذبية الأرضية. أي ماذا استنتجنا الآن؟ أن التسارع ما هو إلا تسارع الجاذبية الأرضية جي، وراح نثبتوها بعد في المدى في الدراسة النظرية باستعمال القانون الثاني لنيوتن. نجد أن التسارع يساوي ما هو إلا الجاذبية الأرضية، ما هو إلا الجاذبية الأرضية جي. ممتاز، ركز معي. إذا نكمل مع بعضنا. إذا كملنا بيان أكس، قلنا معدوم أيكراك له قيمة لكن له سالب لأنه عاكس جهة المحور، وقلنا أن نفسه التسارع الجاذبية الأرضية، وحسبنا أ ووجدناه يساوي 9.9 وله قيمة ثابتة، ونفسه تسارع الجاذبية الأرضية جي شعاعيا. الآن قادر يطلب منك في تمارين قذيفة تمثيل شعاع السرعة في موضع معين وتمثيل شعاع السرعة تسارع في موضع معين، بالطبع في بيان إيكراك بدلالة إكس اللي هو لملاء المسار. جماعة دائما التسارع ماذا؟ التسارع ديما ماذا؟ نحو ماذا؟ التسارع ركز معي ديما نحو الأسفل. لماذا؟ لأنه نفسه الجاذبية الأرضية، وديروا نفس الطولة. إذا قمتي 1 سنتيمتر لازم تكملوا كامل 1 سنتيمتر. علاش؟ خاطر وجدنا أن أ له قيمة ثابتة. كل ما ديرهمش قد بعضهم يحط لك المصحح صفر. لماذا؟ لأننا وجدنا أن التسارع له قيمة ثابتة خلال كامل مراحل الحركة. إذا أيكراك أيضا ماذا؟ يساوي ماذا؟ أيضا له قيمة ثابتة، إذا يمثل بهذه الشكل. وبما أنه نفسه تسارع الجاذبية الأرضية، وتسارع الجاذبية الأرضية نحو الأسفل، مفهوم أعلينا. إذا ركز معي، نروح الآن إلى ماذا؟ إلى شعاع السرعة. نعلم أن دائما مهما كان نوع الحركة، شعاع السرعة تاعي ديما مماثل المسار. لما تي يساوي صفر كان مماثل المسار، هنايا يأتيك مماثل. ركز معايا كيفاش نرسم المماثل، ركز معايا مماثل المسار. في مماثل المسار، زيد هنا أيضا مماثل المسار. وما مبدأه المبدأ الموضع ديما، ومبدأه مبدأ الموضع. زيد هنا
مماثل المسار، دائما شعاع السرعة مماثل ماذا؟ مماثل المسار. ركزوا معايا، راح ندي واحد فقط معلومة من هنا. عند الذروة هذه السرعة ماذا عند الذروة؟ حينما نسقط شعاع عموديا على إكريك ماذا يعطيني؟ يعطيني نقطة، والنقطة معناها صفر، مفهوم. إذا حينما أسقطنا في عند الذروة على في إكريك يساوي صفر، أي السرعة عند الذروة معدومة، سرعة في إكريك عند الذروة معدومة، وهذه نحتاجوها من بعد خلاص. لكن حينما نسقطها ماذا على المحور إكس تعطي لنا قيمة معينة. إذا يعني كل هذا يعني نتائج دراسة تجريبية، فقط نزيد ملاحظة. ماذا وجدنا؟ الآن الدراسة تاع القذيفة جماعة نسيت ما حضرتش، رايحين نهملوا كل القوى إلا إلا إلى مدى الثقل. إذا بإهمال كل الاحتكاك ودافعة أرخميدس والإبقاء على قوة الثقل، وجدنا أن ماذا؟ وجدنا أن التسارع ما هو إلا ماذا؟ ما هو إلا عفوا التسارع ما هو إلا التسارع الجاذبية الأرضية جي. هذا وقتاش؟ لأننا في قذيفة أهملنا قوى الاحتكاك وأهملنا قوى ماذا؟ قوى دافعة أرخميدس. تقولوا لي أستاذ قادر يجينا تبين؟ لا، ديما القذيفة إلا بي يؤثر، إلا الثقل يؤثر. في حالة في ثقل يؤثر، في حالة في إهمال ولا الإبقاء إلا على قوة الثقل، وجدنا ماذا؟ أن التسارع يساوي الجاذبية الأرضية. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا دراسة تجريبية. ان شاء الله في الفيديو القادم او الجزء الثالث من حركة القذيفة نكمل مع الدراسة النظرية. اذا نجبدوا انطلاقا من القانون الثاني لنيوتن ان ا يساوي جي صح، ونجيبوا المعادلات الزمنية، ثم نذهب الى ماذا؟ نذهب الى ماذا؟ الى معادلة المسار، ثم نذهب الى الذروة والمدى، كيفية حسابها بطرق اخرى ليست من البيانات. والسلام عليكم، كان معكم اريس من روش. ما تنساوش على الجهد اللي نبدل فيه، ديروا لايك وسبسكرايب اذا لم تكن مشترك في القناة. والسلام عليكم.